عاصم نسكن، مرحبا بكم على شانيل اليوتيوب فارس بن سويلح. فرحان برشا اللي متواجد في مكتبة الكتاب في المرسى، واليوم جوستومون معايا إعلامية أستاذة محامية، المرة هذيا نستضيفها كروائية لأول رواية لها اللي هي نهج إنجلترا، باش نكتشفوها توا عن الميزون ديديسيون المعروفة مسكلياني. مايا الكسوري مرحبا بك. مرحبا. شكرا اللي قبلت الدعوة جوستومون نهج إنجلترا ومسكلياني. قبل ما نحكيو على الرواية، علاش مايا الكسوري 2019 خرج أول رواية؟ والله يدولي خاطر تجاوزت حاجز الخوف. حاجز خوف؟ حاجز مالك سوري تخاف؟ بيان سور كيما الناس الكل. وين نقولهم ديما العباد حتى اللي يحبوك واللي يحبوك كلهم يعملوا لك صوره فانتاسماتيك، معناها اللي يحبك يرد فيك الخصال الكل، وكما اللي يردك ما تخافش. دونك لكن نخاف كيما الناس الكل، اما شنو؟ ما نخافش من العوامل الخارجيه، نخاف من العوامل الداخليه. دونك لانتروفيرسيون تاعك برشا كلام من الداخل. فوالا، دونك وهو ماهوش مكتوب سنة، معناها الكتاب كتب من 2012. جوستومون سمعتك مع سامي الفهري، قلت عندي برشا حاجات مكتوبه على الاورديناتور، جيت نظف الاورديناتور نتاعي باش نعطيه لولدي، لقيت حاجات قلت تيان هذيا خليني نمشي نعمل لها بابليكاسيون. معناها علاش هي بالذات؟ هذيا خاطرها كامله. كامله. هذيا خاطرها كامله وفما حاجات اخرين، معناها انا نكتب بطريقه نعمل ان بلان من الاول. معناها كاني دونك انت من لي زوتور اللي يعمل بلان، يحط لي بيرسوناج. نحط لي بيرسوناج ونحط الحكايات اللي نحب نحطها، ونحط كيفاش باش تبدا كيفاش باش تشوفها، كل تخيل ليبوك، باش ما نغلطش في ديجا عندي ديزاناكرونيزم. دونك هذه كاملة، الاخرين تلقى مثلا كاملة في الوسط وفي الاخر وفي الاول مازلت هكايا امبريونير. داكو. دونك فما اربع حاجات اخرين، لكن هذه اللي هي كاملة فيها. شنو علاقتك بنهج انجلترا؟ نهج انجلترا علاقة وثيقة جدا، انا دابور اللهجة بتاع تونس وعاصمة الكل علاقتي بهم كيما علاقتي ببدني. داكو. معناها قطعة من روحي. انا تونس بالنسبة لي. وماهوش كلام راهو شعبوي. العباد اللي تعرفني معناها انا شنو اللي بنوي. كان في تونس العاصمه خدينا غاديكا تولدت غاديكا عشت لونهجه بتاعهم لونهجه بتاع تونس يقولوا لي احسن لونهجه في العالم حتى في فكا الحيوت الخايخه والمانك دونتروتيان اللي مرضني كل شيء باقي تظهر لي هكا سيتون فيل هكا فيها بوكو دو سبلين داكور يا سبلين كبير ونهج انجلترا هو النهج اللي انا عديت فيه فادير ثلاث سنين كيف قريت في نهج روسيا بعد ما خدت سيزيام ثلاث سنين الاولى من باسكولار في نهج روسيا اللي يعرف ليسي نهج روسيا وقت ليسي نهج روسيا كان ندخل من نهج انجلترا ما كناش ندخلوا من نهج روسيا البروف كان ندخلوا من نهج روسيا احنا ندخلوا من نهج انجلترا ما كبرت في البلاد ونهج انجلترا كان الدخله تاع الليسي ببدر كبير منها في المدرسات القدم دونك بناتي كانوا فك البلاصات القدم اللي باش يتكيفوا بالسرقه واللي باش يحكوا تحكي على الحاجات هذيك اكزاكتومون اللي باش يحكيوا لبعضهم حكايات بالسرقه وكان فما لي بوكينيست كان منا فما بوكينيست ومنا فما بوكينيست اللي كانت فلوس الكل تاعنا يعني تاع ماشيه فيهم فهمتني عبد ستار وفوز هما دايوغ حييهم بس هما كانوا يحنوا علينا كان سيتا ان رابور باهي خاطر يقول لك هز الكتاب يقول لك في الاخر كيف يراك تتغصبوا وفيه لك الفلوس يقول لك باهي اسمع هزوا وجيب برا اليوم بابا رجع يعمل روحه نسيه ولا يقول لك اسمع هيت هذاك وتبدل بيه معناها كانوا يحنوا علينا الحقيقه امال وامل وهيبه اللي نلقاهم هنا في الروايه نتاعك ريتهم قابلتهم قراوا معاك لا هما شخصيات كيما نقول لك ما قراوش معايا اما في كل شخصيه تلقى شويه من عبد ديناناك ما تعرف كيفاش هو كيف تكتب هي كانك تصنع في كذبه معناها مثلا ننسي على سبيدو عندي فما ان ديتاي اللي جبدني فيه نقعد بالديتاي هذاك نفكر نهار اخر انا نكتب فيها بيرسوناج سي ان ديتاي انتريسون نطرق دونك العبد تلقاه كان هو فرانكشتاين شويه خليت من كل حاجه جبدتني ولا لفرتني تلقى شويه نقص سياسي كبير مايا الكسوري لليسار خاصة ولو انه فما برشا كتب لمرحلة كتبوا بعد الثورة انا قلت مايا الكسوري اكيد باش يكتب بعد الثورة حاجة دونك بعد الثورة برشا كتبت مايا الكسوري تحكي على اليسار انا كي قريت كيلكو باساج ذكرتني بالطلياني اللي شكري مبخوت خاطر ركز برشا على اليسار انقذ الاسلاميين ريت اللي فما كونفلي جينيراسيونيل خاطر حسيت انك تحكي على اليسار في جينيراسيون اكس نجم نقول اون جينيراسيون اللي تولدت في الخمسينات وعاشت اليسار من بعد لا باساسيون
وقت اللي صارت الديسكور قاد هو هذا شو تقول، وحتى لا جينيراسيون اللي دخلت اليسار دخلته لاسباب اخرى وفما هكا تململ، فماش اقتناع برشا. شنو تعليقك على الحكايه هذه؟ معناها هي حاجه انا كيما بيت معناها المساله هذه، اما ما تعليش خاطرنا نعتبروا الحكايه من اليسار، هو je suis plutôt de gauche quoi qu'avec l'âge. Après on s'arrondit un peu, je sais, mais là je suis une femme vieille ou une femme chère, mais avec l'âge la maturité peut-être, je sais, la maturité ou elle a toi de tellement ou elle a non mais t'es libre ou elle a des choses manches d'actualité donc mais là je sais pas donc on ne sait pas d'ailleurs on a tout le temps mal écrit les vidéos عندي حيرة donc انا من اعتبر اليوم اكبر مشكل نتاع اليسار هي الخطاب ما جابش نفسه، لكن en même temps نتسائل هل يمكن الخطاب ان يجدد نفسه؟ هل هو خطاب نجم يتجدو؟ هل الاكسبيريونس نتاع بلير وشرودر كان خير الخطاب نتاع اليسار وردوه هزوه للسنتر وهزوه لليمين بريس، هل هذاك يقعد ديما يسار؟ هل هو لازم يقعد ديما فك الراديكاليه نتاعو كمثل عليا هاكا نستلهموا به باش نعملوا دي كومبا جوست؟ دونك هذيك التساؤلات اللي تنطرحها على روحي، هل الانتماء لليسار هو تكون مساله انا نسميها غرائزيه؟ غرائزيه اش معناها؟ معناها حاجه كي نخممها بمخي ما نلقاهاش صحيحة ياسر، ماهيش راسيونيل برشا. سي كوم لا فوا، انا لو باراليزم اللي حبيت نعملو، لو باراليل بلوتو اللي حبيت نعملو هو بين الانتماءات الكل اللي هي في الاخر انتماءات تلقاها غرائزية، ماهيش ماهيش بالتفكير جاية، لا جاية بالايموسيون. انا ماذا بيا وفات اللي قلقني، اللي انا ماذا بيا الكل كلنا في تونس نرتفعوا على فعل السياسة بالايموسيون، معناها لازمنا العقل المسألة. Surtout dans un monde aujourd'hui, il y a l'émotionnel, le bras à cérébral avec les réseaux sociaux qui favorisent l'émotionnel. Mais en fait, quand tu m'as laissé arriver les bébés, 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 وبتقول معناها اسكو سا سا ريزول البروبليم، اسكو سا في افانسي باش نلقيك، وهذاك اللي قاعد ماشي بيه سي تريتمون ايموسيونيل، ولا يهبطوا فيديو باش يسخفوا على قضيه اخرى معينه كيما قضيه اللي كان قدامه في مصر، يهبط لك فيديو قدم ماهمش نتاعهم باش انت تبكي باش تدخل في ليموسيون، وبالايموسيون هذيك تولي تفقد ملكه التفكير والنقد. معناها انت بالنسبه لك الحل البريد انه نرتفعوا على الغرائز، خاطر هذا ميساج عطيته عن طريق الوالد نتاع امل برشا مرات، مي سيتي ان ميساج امبليسيت زاد حسب ما فهمت، خاطر تو تحكي لي على حاجه اخرى، دونك فما اون ميتافور كيلكو بار. نخمو شويه بلوس راسيونيل باش نلقاو حلول للبلاد هذيا. باسكو هاني قلت لك احنا عندنا توا سنه من ثوره، الثوره دخلنا فيها سيكل ايموسيونيل اللي هو قلت لك يعطل، راه في يعطل التفكير، وهذيك من الحاجات اللي ماهيش باش تخلينا ابدا نقدموا، خاطر انا واحده من الناس كل واحد هاو كي سوديفيني بارابور ان كون. يقول لك كيما نرى من روحي كيما نرى من العدو الايديولوجي اللي انا نعتبره الاسلامي. كل حد يسيدونتيفي العباد حتى كان يعرفهم غلطين. معناها انا فما يسار معين. الانتماء سي ان بوزون. اي لكن انا نتسائل حول الانتماء هذايا، اكل بغي الانتماء؟ هل الانتماء هو كالانتماء بارتيزان يبدا اعمى اصمى حتى كي نعرف انا الناس اللي معايا غالطين نقعد بارتيسيبين بارتيزان، ولا لازم نفكر في الاتجاهات نتاعنا؟ وقتها نقول انا شنو الحاجه اللي نجم نلومها على الخوينجيه؟ لانك في الرغم يتعاطي مع ابو عيان، وكان انا مثلا نرى حتى كيف في دار كاسترو ما يعملش حاجات بهيك، انا نتعاطى معاه وذاك نحبه في قلبي. لكن انت موافقه انه الديمقراطيه زاده اون تولير لا بيت هما موجودين، اون تولير الاختلاف؟ لا انا شنو الديمقراطيه بالنسبه لي؟ الديمقراطيه هي جوست مثلا جيستيون دو لا ديفيرونس. لا جيستيون دو لا ديفيرونس. انا على اساس ان سور ان سور كومان دو فالور. وشكون يعمل ديفينيسيون سوكل هذا؟ لو سوكل كومان دو فالور الناس الكل هذا هو فما تراكم تاريخي. يخلي لو سوكل دو كومان مثلا انت اليوم لو سوكل كومان دو فالور في العالم الكل موجود فيه ليغاليتي. اي. اوكي؟ دونك سي توت افي نورمال احنا باش يكون سوكل كومان دو فالور تاعنا فيه ليغاليتي. اوكي؟ انا بالنسبه ليا التاريخ ما نجمش يوخلك، ما نجمش يقدم القدام. ما نجمش انا نقول سوكل كومان دو فالور نتاعي هو رجعي. يعني لازم يكون تقدمي، لازم يكون ماشي لقدام، خاطر انت كيف تكون المساواة؟ انها المساواة بين الجنسين، انت كيف تاخذ الاسلاميين؟ عندهم مشكلة مع الناس اللي هذيا. دونك لو سوكل كوماند دو فالور هذايا ما عنده حتى قيمة، لا جيستيون بتاع لا ديموكراسي، انت تلقى حزب التحرير. خاطر لو سوكل ني با كومون.
تلقى فيه انت اليوم جيت تلقى حزب التحرير لا يؤمن بالجمهوريه. هذيك هذه لا جيستيون دو لا ديفيرونس. هو على خاطر ينسف كي نغض وهو يطلع فهمت باش يجي يقول كذا ما نمنش بالجمهوريه وهو الخلاف. دونك لازم ان سوكل كومان نتفاهموا عليه من الاول كيما حلقه ندوروا في وسطها. ريت كيما فما في الكاراتيه ولا شنو عندهم ما لازمهمش يخرجوا من التاتاميه عندهم دو هكا دوره احنا ما لازمناش نخرجوا من الدوره هذيك اوترومون يولي كذب يولي انارشي. نسألك على حاجة أخرى هنا خاطر أنا مازلت ما كملتش الكتاب مازال بعض الصفحات ولكن وين الإعلام في الرواية نتاع مايلك سوري اللي هي حاضرة في الإعلام عندها سنوات؟ الإعلام موجودة ما إنك ما تخبر قناة الجزيرة واضح قناة الجزيرة جوستومون قناة الجزيرة على دورها المهيكل أي دورها المهيكل في المانيبيولاسيون للماس بوبولير اللي احنا وين نعتبر اللي صار معناها قفزة أما قفزة بالمعنى السلبي الكلمة من اللي دخلت غزيتنا القنوات هذه معنا في تونس القنوات هذيك كأقرأ وشنو القنوات نتاع الشرق القنوات الشرقية معناها المشرق هذيك أنا نعتبر هذيك من أكثر الحاجات اللي خلت الوعي ينحدر في تونس بالمسألة السياسية واللي سخطوها ويمشي نحو الخرافات والعبيرج والحقيقة حاجة سيئة. سمعت معي ديزايم البارح في قناة موزايك السؤال اللي هو طرحه كل شيء طرحه هنا مش عاود نطرحه على حكاية اللغة الفرنسية خاطر أنت أنت ديفيني في تونس أن توك فرانكوفون وفجأت عودت الفرنكوفونية ولكن تخرج كتاب بالعربي. سؤالي علاش العربي وعلاش مسكرين حبت تنتشر عربية خاطر هي الدار الوحيدة في تونس تنجم تضمن انتشار العربي خاطر تطلع في لبنان وعندها مراكز توزيع في العالم العربي كله. بالنسبة للغة العربية هذه سعودية تفهمه عن جنرال هذه تعرف باب المنافسة لكن أنا العبيد اللي تعرفني أنا رني عيتوني معناه وديت نخشى في التلفزة على أساس أنا نكتب مقالات أنا سنوات نكتب مقالات سياسية بالعربية لكن زاد أستاذة محامية العربية فحص ما عندي مقالات زاد باللغة الفرنسية لكن المقالات الأساسية بتاعي تأسيسها من 2012 هما بداوا معناه هما باللغة العربية دونك لكن ديما يتم هكايا حتى نتكلم وطعم بالعربية كل بالفرنسية فهمت؟ وأنا هذاك في سبيل تسهيل الخطاب وأنا كل ما أقول كلمة بالسوري أقولها بالعربي. أي ساعات بالعربي ما يفهموش. فهمت؟ يقول لك تستعرف في عضلات تجيب كلمة بالسوري ولا بالعربي بون مي أنا نقول نسيت نقولها صعيبة خليه يمشي يحلوا ديكسيونير لي جون خاطر أنا كنت نسمع في التلفزيون كنت صغيرة كنت نسمع كلمة بالعربي نحلوا ديكسيونير ما نقولش تو يحلوا جوجل يا مايا. ما يسالش حتى كان يحل جوجل يشوف الكلمة بالنسبة للاسكنياني شوكي العنيزي دايوغ سان كي اون ديكوفيرت اكستراوردينير بوغ موا شوكي العنيزي انطوا اللي كتبت عليها ان بوست في انستغرام هو اللي لاحظني دايوغ المدقق تاع الكتاب واللي هو كتب الفرنسي تاعو دونك وي مسك هو فما زوز نشر في تونس حق النشر العربي هما التنوير ومسكين انا تنوير اصدقائي حشمت باش نبعث المانيسكري على خاطرهم اصدقائي قلت حتى كلمه مش بيه تشكلوا في جوجل قلت خلط مع واحد ما نعرفوش يعطيني فيدباك صحيح خاطر هو الكل ابعث لنا المانيسكري واحنا نقول لك اي ولا لا عندهم الكوميتي ديكتيو صحيح دونك انا حبيت نبعث لعبيد ما يعرفونيش ما نعرفهمش خاطر سي عبد اللطيف عبيد وائل عبيد يعرفوني قلت بون بيحش مني باش يقول لي خايف دونك على هذاك تم اختيار مسكريني بخلاف اني انا معجبه ياسر بالاختيارات نتاع المسكرياني انا بوس في كنت في اداره الكتاب رساله الشرائط دونك الحقيقه اللي اختاروا في كتب باش يترجموهم ياسر عجبتني الاختيارات دونك على هذاك القاعده اللي راه مالك سوري نحب نشكرك برشا نهج انجلترا هي روايتك الجديدة شنو تقول اللي تابعوا فينا على قناة اليوتيوب وديجا قاعد نشوف على دي بوست على الانستغرام بيست سيلير في لوغي سافوار وبرشا مكاتب اخرين دونك شنو تقول لهم باش يقراوا الكتاب هذا؟ لا انا نحبهم يقراوا تقول كتابي انا ولا كتب اخرين الحقيقة معناها سانسيرمون معناها اغزل انا نقول الانسان باش يرتفع على المرتبة الحيوانية والغرائزية فما حاجة برك القراية راه كيف تقرا مش تقرا باش تدبر لازمك تقرا مسيرش باش تكون نفسك باش ترتفع على الغرائزية باش تنجم تخمم في حياتك باش تاخذ اختيارات صحيحة وحتى كان قريت ومن الاول تعبت وما لقيتش خدمة وتقول شنو تصلح للقراية نهار يجي خاطر انت قاري وعندك مستوى مش قاري معناها الانستركسيون عندك في المكتب تبع ليه تقرا بالحق مستحيل تقرا بالحق وتكون نفسك تبع عندك اون فيتيور سوليس
باش ما تلقاش بلاستيك في المجتمع وتنجم تغير في الجاذبيه اللي احنا هكا نشوف على الوضعيه التسيبه، راه الوضعيه ما نجمو نغيروها كاينش تعبيد متنورين. انا ناكد على الكلمه هذه. روايه الجيده فما في ثنيه؟ وين البارح نحكي مع الناس راني اون تران ديزيتي ما نعرفش اسكو باش نخبي فيها فيها دي سويت، اما لي سويت ماهمش كلهم. الوغ كو ثما وحده ما عندها حتى علاقه، روايه ما عندها حتى علاقه بها هي دوفي بالخبر حكايتها كامله. ماكش خارجه من تونس معناها؟ لا انا قلت لي بين تونس ولا جو تونس. انا لو بيرسوناج اسونسيال في اللي تشوف حتى في السي في هو تونس. تونس. هو تونس هو تونس العاصمه اللي هي خدت قطعه منها. شكرا ميرسي مايل بسوري بارك الله فيك، شرفتني. ناجي جليتيرا روايتها الجديده عند المسكيليني تلقاها في الكتابات التونسيه الكل. تابعوا فينا في العالم العربي زي تلقاوها في العديد من البلدان في مراكز التوزيع متاع مسكلياني. اليوم الديديكاس اللي حاب يلتحق بينا مرحبا بيه. تشاو.